المجتمعات ليس التعليم النمطي، لا التعليم التقليدي اللي ممكن يحصل عليه الطالب بأي مدرسة أخرى. فمشان هيك دخلنا بشيء اسمه التعليم المستمر continuous education، وفتنا فيه اللي كان هدفه المحدد اللي هو استقطاب النخب، واحد، اثنين، تعليم الطلاب الفكر المنهجي والفكر التخطيطي والفكر التحليلي من خلال كونه ربما باحث، نعلمه بعض التولز ليكون باحث، من خلال يكون مبدع، من خلال يكون مخترع، من خلال يكون مكتشف. فبالتالي هذا اللي اشتغلنا عليه بموضوع الهدف الاستراتيجي كتغيير طريقة تفكير عند الشريحة الفعالة بالمجتمع السوري. نتعلم بالمخبر، مخبر العلوم، ونجي على مخبر المحركات ونعمل نطبق مشاريع. استفدت كتير بهالمجال لأنه بتقوى من كل النواحي، من الإلكترون، من الميكانيك، من كل شيء. سنتين وشوي كانت عبارة عن إقامة مدارس لأطفال اللاجئين السوريين ضمن المخيمات. فكان هدفنا من خلالها هي كيفية تغيير بنية المخيمات من الناحية التعليمية ومن الناحية الاجتماعية. نشرف على 10 مدارس لتعليم الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان. عامل القوة فيها أنه المدارس بكادر سوري كامل. الشباب السوري التفاؤل عندهم منه عالي جداً، والأمل عند منه كبير جداً لإعادة إن شاء الله تعالى أعمار سوريا وتجاوز كل الصعوبات والعودة إلى الإرث الحضاري العميق، وإنتاج إن شاء الله تعالى تجارب جديدة جداً وفريدة تكون قدوة لكل العالم إن شاء الله تعالى.